ومن منفذ الشميس ينضم معنا موفد الإخبارية حمد بن حسين. مساء الخير حمد. أبدأ معك حمد، كيف سير المركبات اليوم في المنفذ انسيابية في دخولها إلى مكة؟ تفضل حمد. طبعا نتواجد الآن في منفذ الشميسي، توجد انسيابية في الحركة وعدم الزحام، هذا الحال هو في هذا المنفذ وكافة المنافذ الأخرى المؤدية إلى مكة المكرمة وعددها 5 منافذ. تسبق هذه النقطة نقطة أخرى تهتم بفرز المركبات وتحويلها إما إلى هذا المنفذ أو منفذ آخر. أيضا هنا تستخدم تقنيات من أمن الطرق وعدة قطاعات أخرى، يتم التحقق من هوية قائد المركبة وأيضا الركاب وأيضا وجود تصاريح. طبعا هناك تعاون بين أمن الطرق والقطاعات الأخرى. أمن الطرق يقوم بمهام جدا هامة بالتصدي لأي مخالف خارج هذا المنفذ بين القرى وأيضا بين الجبال، من يحاول أن يكسر هذا النظام ويخالف بأي طريقة كانت. تم القبض على عدد من الأشخاص حاولوا أيضا دخول مكة المكرمة بطرقين نظامية، سواء من هذا المنفذ أم بطرق برية غير سالكة. يسرنا أن نرحب بسعادة العقيد عايض البقومي قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في منطقة مكة المكرمة. أهلا بك. أهلا، حياك الله. عن دور أمن الطرق في غير المنافذ هذه داخل مكة المكرمة وخارجها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم في مركز الضبط الأمني بالشميسي. مثل ما أنت ملاحظ الآن بالنسبة للكثافة أقل من المتوسطة، فيه ضبط في جميع المنافذ والمداخل مكة المكرمة من ناحية مركز الضبط الأمني بالتنعيم، من ناحية مركز الضبط الأمني الشميسي القديم، من ناحية المركز الضبط الأمني الشميسي اللي نحن متواجدين فيه الآن، أيضا مركز الضبط الأمني في الكعكية، وأخيرا ومركز الضبط الأمني في الخواجات. الحركة بشكل عام في جميع المداخل مكة في الوقت الحالي أقل من المتوسطة، فيه عملية سهولة ويسر في تحريك كثافة المرورية. بشكل عام الوضع ممتاز جدا. طيب، بالنسبة نلاحظ عدم وجود باصات هنا في هذا المنفذ، لماذا؟ هل هناك خطة لتحويلهم إلى مسارات أخرى؟ نعم، من خلال نقاط الفرز اللي تم وضعها قبل مراكز الضبط الأمني الرئيسية يتم تفتيت كثافة حركة المرور من مركز إلى مركز. بالنسبة للطريق اللي احنا فيه الآن اللي هو طريق مكة جدة السريع، مثل ما انت ملاحظ الحركة في المسارات والكثافة بسيطة، فيه تحويل من كبر الإيواء للحركة للمتجهين إلى طريق الساحل، للمتجهين إلى طريق الطائف أو الطائف، للباصات، للشاحنات. أيضا عند نقطة فرز الباصات يتم تقسيم الحركة إلى جزئين، جزء خاص بالباصات فقط يتم التشييك على الباصات، على الحجاج، التأكد من اكتمال تصاريحهم، يضع استيكر على الباص بعد التشيك عليه وتأكد من سلامة وصحة وضع الحجاج لمواصلة السيرة إلى مراكز الضبط الأمني اللي يدخل من خلالها إلى مكة. الجزء الثاني تحويل حركة الشاحنات والسيارات الصغيرة المتجهة إلى الساحل أو المتجهين إلى الطائف. بهذا فتتنا الحركة إلى 3 أجزاء تقريبا، ومنها يظهر الآن أنه ما في كثافة عندنا في الشميسي. كم تستغرق المركبة هنا في هذه النقطة؟ من خلال عملية حسابية بسيطة، من خلال تحديد مركبة معينة تكون في آخر المسار إلى أن تصل للمسار، نسأل كل سائق كم استغرق وقت انتظاره.
تصل إلى نص ساعة إلى ربع ساعة إلى متفاوت على حسب الكثافة اللي تمر علينا في الطريق، ولكن بشكل عام الحركة انسيابية. طيب هل هناك أشكال أخرى من التصاريح؟ لأن شاهدنا من يحمل التصاريح غير المعروفة يعني، أو خطابات رسمية من جهته أو من جهة أخرى أو يتحايل للدخول. حبينا لو توضحنا هل توجد تصاريح أخرى غير المعتمدة؟ لا يوجد أي تصاريح للحجاج إلا التصريح الصادر من وزارة الداخلية عن طريق النظام الآلي المعروف. بالنسبة للتصاريح الأخرى، في تصاريح فيما يخص دخول بعض سيارات الخدمات، المؤسسات التموينية، الشركات التموينية التي يشترط فيها أن يكون في عقود مبرمة داخل مكة مصادق عليها من الغرفة التجارية، مصادق عليها من الجهات الرسمية بوجود عقود طبعا رسمية. هل شاهدتم من حاول الدخول بخطابات من الحجاج؟ نعم، هناك من حاول الدخول ببعض مثل هذه الخطابات، ولكن كان الإجراء بالمنع طالما أنه ليست موثقة رسميا ويتم إعادتهم فورا. طيب كمؤشرات بالنسبة للمخالفين أو من يتحايل أو حاول الدخول دون تصريح سواء عبر المنفذ أم غير الطرق المعبدة، ما هي أجراءاتكم؟ وأيضا حبذا لو تعطينا مؤشر عن عددهم. بالنسبة للأعداد والله ما يحضرني أعداد، ولكن الأعداد بشكل عام يعني أعداد ولله الحمد بفضل الله ومنته علينا، الأعداد ليست بذاك الحجم اللي يكون ظاهرة، الأعداد بسيطة نتيجة للإجراءات الوقائية التي اتخذت بالحزم في تطبيق النظام، بإعادة المخالفين، بتبصيم إجراء البصم، بتنفيذ العقوبات التي صدرت، كان لها الأثر الإيجابي في تخفيف مثل هذه. عندنا المنافذ اللي هي البرية اللي أنت أشارت لها من خلال سؤالك، المنافذ البرية ينتشر عليها دوريات بحث خاصة لأمن الطرق، أيضا دوريات رسمية يتم تمشيط المواقع هذه، التأكد من وجود العزب وأصحاب المواشي التي كانت تتخذ في بعض في العوام الماضية كمقر لتجميع مخالفي أنظمة الحج بالتنسيق مع الكدادة، وتم مراقبتها وضبط بعض المخالفين أنظمة الحج وتم تسليمهم للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم. بالنسبة لغدا يوم عرفة، لمتى تتوقف أعمالكم في تحقق من شخصيات الحجاج أو آخر ساعة تقريبا لدخول الحجاج؟ لن تتوقف أعمالنا، بكرة وبكرة بيكون على نفس الرتم، نفس الوضع اللي احنا ماشيين عليه لين ثاني أيام العيد، بيكون وضعنا على نفس الرتم. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا لسعادة العقيد عايض البقومي. أيضا أؤكد أن هذه الساعة تبدأ ساعة الذروة لدخول الحجاج، في الساعات الماضية كانت الحركة أقل من هذا المشهد، تستمر فترة الذروة إلى ساعات متأخرة من الليل. عودة إليك زميلي في الاستوديو. نعم، كان معنا من منفذ الشميسي حمد بن حسين، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم.